مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. كنرجعوا نتلاقاو في عدد جديد، كنشوفوا منظور جديد، زاويه جديده للنقاش، وبطبيعه الحال كيكونوا حاضرين معنا ضيوف اللي تيكونوا عيننا على الحدث وكيقربونا اكثر من الصوره. واليوم اكيد انه كيف ما لاحظنا الاسبوع اللي فات كان نقاش طويل ومطول على الجانب ديال التعليم والطلبه شنو كينتظرهم والتلاميذ شنو كينتظرهم. ولهذا الغرض اليوم كنستضفوا معنا مغربيات حرارات اللي غيعطيونا مجموعه من المعلومات في هذا الاطار هذا. وغادي نبدا بطبيعه الحال بضيفتي الكريمات اللي كنرحب بهم. حاضره معنا الاستاذه ريم حارس، وهي دكتوره استاذه باحثه في العلوم الرياضيه والتطبيقيه والى غير ذلك، يعني الصفه طويله جدا ولكن تبارك الله ما شاء الله عليها. مرحبا بك لالا ريم من موريال. شكرا بزاف على الاستضافه لالا سكينة، هذا شرف ليا وان شاء الله يكون يوم نقاش زوين ممتع لينا وللمشاهدين ان شاء الله. مرحبا بك. مرحبا بك. ايضا حضره معنا الاستاذه سناء درغموني، وهي استاذه جامعيه ببولونيا بايطاليا. مرحبا بك استاذه سناء. شكرا شكرا، مرحبا بكم، شكرا على هذه الفرصة، وكل منورين بوجوهكم، وإن شاء الله يكون لقاء ممتع وجميل ونستفدوا منه كلنا جميع. شكرا. أكيد أكيد في الحضور ديالكم لهلا يخطيك. وأيضا مشرفنا بالحضور الأستاذة جيدة لبيك، وهي مديرة أكاديمية جهات الدخلة وادي الذهب. مرحبا بناس الصحراء المغربية ومرحبا بك لالا جيدة. بارك الله فيكم، إن شاء الله يكون برنامج مفيد، إن شاء الله يستفدوا من الناس إن شاء الله. اسمك جميل جدا، اول مره نسمعه، لانه الصحراء المغربيه يعني غنيه بالاسماء الجميله جدا واللي قليله في السمع، فما شاء الله عليك. مرحبا بك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بدايه لاله جيده، غادي نبدا من عندك، لانه كلنا لاحظنا القرار اللي خرج به السيد وزير التربيه والتعليم. طبيعه الحال كان مخاض كبير، كان نقاش شنو غيوقع، ناس البكالوريا، ناس الجامعه، التلاميذ السنوات الانتقاليه السادس ابتدائيه او السنه الثالثه اعدادي، شنو غيوقع الجهوي. نقاش كان كبير، الوالدين مرهقين، وفي نفس الوقت حنا في واحد الظرفيه اللي هي ما سهلاش وما بسيطاش، وما يمكنش اننا نلعبوا بالحياه ديال الناس او نعرضوهم للخطر. فإذا كان ممكن تقربينا اكثر من القرار ديال الوزاره. اذا بسم الله الرحمن الرحيم. كتعرفوا الاخوات والاخوان المستمعين كاملين على ان كان الخيار ديال الحجر الصحي هو خيار يعني جاء من جلالة الملك نصره الله. لماذا؟ لأن كان هو الحل الوحيد ولا الأمثل للحد من انتشار فيروس كورونا. إذا موازنة مع هذا، يعني بادر وزارة التربية الوطنية إلى تبني التعليم عن بعد، التعلم عن بعد. إذا واتخذت مجموعة من الإجراءات اللي آخرها الشيء اللي قلتي على الامتحانات. إذن طبعاً الهاجس الأساسي والأكبر هو الصحة ديال التلميذات والتلاميذ، لذلك يعني داروا التعليم عن بعد، ماشي طبعاً كبديل حقيقي للتعليم الحضوري، ولكن كان هذاك هو الحل. إذن الآن سيد الوزير يعني يعني كانت عنده الجلسة مع المستشارين والجلسة اليوم مع البرلمان، يعني وضع مجموعة من المعلومات باش يعرفوا الناس المصير ديال التلميذات والتلاميذ. إذن أول شيء على ان الامتحان يعني من اجل مصلحه التلاميذ والصحه ديالهم، قرر السيد الوزير ورقه الوزاره طبعا بالتشاور مع الجهات الاخرى. مثلا غير حنا على الصعيد الجهوي راه يعني اطلقنا، ماشي غير حنا، يعني الاكاديميات كامله داروا مشاورات كبيره مع الكثير من المكونات. مثلا نقول لك انا في الداخله تشاورنا مع النقابات، مع المنتخبين، مع جمعيه الاباء، مع المجتمع المدني، مع مع مع, مع بزاف، باش خدينا اراء. وطبعا هاد الاراء صيفطناهم للوزاره، لان الوزاره دارت واحد الاستطلاع ديال الراي. والدليل على ان الناس يعني فرحانين بهذا القرار، لان مجموعه من هذوك المكونات بحال دابا مثلا الناس ديال جمعيه الاباء، مثلا في دار ديال جمعيه الاباء، مثلا جمعيه المديرين، مثلا جمعيه يعني بزاف ديال الجمعيات
يعني عبروا عن ارتياحهم الكثير على القرار اللي اتخذه السيد الوزير. اذا معنى ذلك على ان كانت هناك مشاورات، هذه ما كانتش غير جا السيد الوزير وطرحها، ولكن كانت مشاورات موسعه باش نلحق لهذا الحل هذا. اذا قرر السيد الوزير على ان جميع التلاميذ ما باقيش يلتحقوا بالمؤسسه التعليميه حتى الجتنبير، حفاظا على صحتهم هي الاولى. اللي غيدوز امتحان هما البكالوريا، السنه الاولى بكالوريا والسنه الثانيه بكالوريا احرار ورسميين. اذا اليوم اعلن السيد الوزير عن الجدول لهذه الامتحانات، وطبعا قبل ما يعلن عن جدول الامتحانات كان يعني اوصانا ولا كتب لنا على ان نتخذ مجموعه من الاجراءات حفاظا على صحه هذه الناس اللي غيدوزوا البكالوريا. اذا طبعا من بينها يعني تعقيم المؤسسات، من بينها اقتناء الكمامات، من بينها المطهرات، من بينها مجموعه من الاشياء اللي طبعا حتى واحد الاجتماع كان عندي اليوم مع السيد الوالي يعني ناقشنا مع هذا الشيء كل شيء على اساس ان حتى طبعا لان ثلاثه قطاعات يعني مشتركه هنايا، عندنا التعليم، عندنا السلطات المحليه، عندنا الصحه حتى هي كانت حاضره معنا اليوم مع السيد الوالي. اذا هذه مجموعه من الاجراءات حفاظا وتحصينا لهذه الامتحانات هذو. اذا اللي كيبان دابا على ان الثانيه بكالوريا يعني الامتحان غادي يكون في يوليوز، غادي يبدا ثلاثة واربعة بالنسبه لل يعني الرسميين والاحرار. بالنسبه للاحرار غادي يبدا عندهم الجهوي نهار 1 و2 يوليوز، واما بالنسبه للسنه الاولى الوطني انا قلت لنا الجهوي الثاني غيكون نهار 2 و3 يوليوز. لا ثلاث لا 1 و2 يوليوز غادي يكون الجهوي ديال الاحرار، لان هما جوج امتحانات. وبالنسبة للرسميين غيكون 3 و4، ولكن اللي جديد في هذا الامتحان يعني احتفاظا على هذاك التباعد الاجتماعي وحتى ما يكونش عندنا مشكل ديال التلاميذ وذاك الكومبومون ديال التلاميذ. اذا قررنا يعني طبعا هذا قرار وطني على ان يجب لا يتجاوز عدد الدراري الممتحنين في القسم 10 ديال التلاميذ. اذا باش نحافظوا على هاد 10 التلاميذ الوزاره قسمت في التعليمات اللي قال اليوم السيد الوزير امام البرلمان، قسمت دات جوج اقطاب ديال الامتحانات. كاين ايام اللي غيدوزوا فيهم الاداب والعلوم الانسانيه والتعليم الاصيل، هذوك 3 و4 يوليوز، والمواد العلميه والتقنيه والبكالوريا المهنيه اللي هي تعود نهار 6 و7 و8 يوليوز، هذه الدوره العاديه. اذا بعد عاد ديك الساعه النتائج ان شاء الله ستعلن يعني في 15 يوليوز، على اساس ان الدوره الاستدراكيه اللي تكون ما بين 22 و24 يوليوز، على اساس ان النتائج ستعلن يعني ديال الدوره الاستدراكيه في اخر اجل تقريبا في 29 يوليوز. اذا هذا اما بالنسبه للاولى بكالوريا راه خلاوها حتى لشتنبير ان شاء الله، ولا بكالوريا حتى لشتنبير. غنرجع لاله جيده ونتناقشوا في مجموعه من النقاط اللي كتهم هذا الجانب هذا لانه مهم بزاف وهذه قرارات اللي هي جوهريه. لكن الا سمحتي لي غنتقل عند الاستاذه ريم. استاذه ريم، ربما يعني النظام التعليمي الكندي طرحات امامه عده اشكالات، رغم انه ربما الاجيال اللي هي غنقولوا الشابه او يعني الاطفال اللي في بدايه المراهقه ديالهم عندهم واحد الادراك بعالم التكنولوجي الى غير ذلك، لكن غير ذلك كانت صعوبات كبيره في انه يتم دمج الاساتذه مع الطلبه ديالهم في تقنيه التعليم عن بعد. وشنو هي حتى القرارات اللي خداها بطبيعه الحال النظام الكندي من اجل حمايه التلاميذ والتلميذات والطلبه اللي بالطبيعه؟ طب لا سكينه، هو هاد الامور هذه صراحه هي امور دابا العالم كامل كيعيشها. يعني احنا كنظن ان كمنظومه تربويه او تعليميه بزاف البلدان ما كانوش مهيئين انهم يكون عندهم واحد التعليم عن بعد اللي هو 100% افيكاس، خدام بطريقه ممتازه على جميع الاصعده ولا جميع المستويات التعليميه. انا كاستاذه في جامعه يعني كنتعامل مع تلاميذ ولا طلاب اللي هما تبارك الله دي زادول كبار يقدروا يتكونيكتاو، عارفين اصلا كان عندنا جزء غير مستهان به من التعليم كان كيتم عن طريق التكنولوجيا. يعني كتلاميذ كان يمكن لهم انهم يوصلوا الواجبات المدرسيه ديالهم بالانترنت، كنخلوا لهم شي فيديوهات بعض المرات باش نشرحوا لهم بعض المفاهيم اللي كنقريهم في القسم. يعني التعليم عن بعد من بعد ما يدوزنا من القسم الى الانترنت داز بطريقه نقول
قريبا تكون سلسة. دات واحد الوقيته، تم واحد جوج سيمانات او جوج الاسابيع اتخذت من عند الجامعه وجامعات اخرى كذلك باش يهيئوا الاساتذه اللي باقي عندهم شويه الصعوبات كيفاش يتعلموا يقريو عن بعد، ولكن تمت ديك العمليه والحمد لله. دابا يعني تقرر ان بزاف الجامعات في كندا عتكمل التعليم ديالها عن بعد، حتى بالنسبه للفصل الدراسي الماجي اللي هو فصل الخريف. بالنسبة للابتدائي والثانوي والإعدادي، وخصوصا الابتدائي هو اللي فيه مشاكل بزاف، لأن الأطفال بيان سور كيكونوا صغار بزاف ديجا، واش عندهم القدرة أنهم يجلسوا حدا الحاسوب باش يقدروا يتعلموا لمدة 4-5-6 ساعات في النهار، والله يحسن العوان مع الوالدين كذلك، واش محلتهم يخدموا محلتهم يتبعوا الوليدات. فالقرارات أغلبية القرارات المقاطعات في كندا قرروا انهم يشدوا المدارس كذلك ويفتحوهم حتى في شهر 9 من غير مقاطعه الكيبيك اللي انا عايشه فيها دابا، اللي هي بعض المدارس خلوهم الحريه انهم يفتحوا. فمقاطعه الكيبيك اللي هي مقاطعه كبيره فيها مدينه موريال اللي هي العاصمه المقاطعه، وكاين مدن اخرى، مدن اخرى فتحوا المدارس ديالهم الاسبوع الماضي، دونك هذه سيمانه باش تفتحوا. كاينين صدى انه مزيان، لان كيبان ان احترموا ديك القوانين ديال ان بيان سور يكون مطهر، يكونوا الماسكات، تكون ديستانس ما بين التلاميذ، القسم فيه ما ينفوتش العدد التلاميذ ما بين 10 حتى 15 تلميذ. حتى لدابا ما يمكنش نقولوا ان كاين شي نتائج اللي هي فعليه، لان يلاه هذه اي ايامات باش نفتحوا. مدينه مونتريال لانها هي الابيسونت ولا هي المركز البؤره اللي فيها الحالات بزاف في كندا وفي الكيبيك بالضبط، باقي ما تحلتش المدارس. القرار يلاه تعلن عليه هذه ساعات انها حيحاولوا يفتحوهم السيمانه الجايه الاسبوع الجاي، ولكن ان احنا اللي كتلتزم به كنظن ان جميع المسؤولين انهم يكونوا فليكسيبل، يعني كنشوف كيفاش الامور كتطور، اذا الحالات باقي كتزيد بيان سور غيحاولوا يبدلوهم. هذا الشيء غير بالنسبه للمدارس الابتدائيه. اما بالنسبه للمدارس الاعداديه والثانويه، لان كنظن الامور اصعب، لان الفيروس كينتشر اكثر عند الناس الكبار ولا لي زادولت كان على عند الاطفال، فتقرر انه يتشد حتى لسبتمبر. دونك نقدر نقول لك ان الاغلبيه عاملين بحال القرارات اللي اتخذناها في المغرب، من غير ان بعض المدارس الابتدائيه حتفتح شي المقاطعه ديال الكيبك. نعم، بالنسبه لهذه المساله اللي شرتي لها استاذه ريم، يعني غتبقى الدراسه عن بعد، وربما حتى في الخريف غتكون الدراسه عن بعد، كيفاش غيتم التعامل مع الامتحانات الانتقاليه؟ لانه يعني كاينه دابا اليوم امتحانات، كاينه اكراهات الى غير ذلك، هذا في شق. شق اخر يعني بالنسبه للوليدات ديال الابتدائي، ربما حتى العطله ديال العطله السنويه ما بقاش لها واحد المده طويله، واش في نظرك ما كاينش واحد النوع من المغامره شي شويه بهاد الاطفال هادو، ولا كانت اكراهات اكبر اللي فرضات على انه يتلقى الحل بهاد الصيغه هادي؟ صراحه هذا سؤال جيد، وان يعني القرار هو متاخذ كبير، كان قرار اللي بيان سور كانوا الناس اللي باغين ان هذا القرار يتاخذ، وكانوا قرار الناس ما كانوش باغين هذا القرار يتاخذ، فكان واحد الصدى، سورتو ان المقاطعات الاخرى في كندا ما قررت انهم ما يديروش هذا الشيء انه يفتحوا حتى لسبتمبر. مقاطعه اونتاريو اللي هي العاصمه في كاين العاصمه اوتاوا، باقي حتى دابا ما قرروش شنو يعملوا، باقي كيتسناو كيقرروا يقرروا من دابا السيمانه الجايه واش يفتحوا ولا ما يفتحوش. بل كذلك هي لان من بين المقاطعات الاولى اللي بانوا فيها الحالات، فحنا كوميم الكوب ديالنا كانت بدات قبل، يمكن هما ارتاؤوا ان جا الوقت باش يحلوا، خلو الحريه للمدارس هما يقرروا، والاساس التلاميذ بيان سور والاباء ديالهم هما يقرروا واش يصيفطوا التلاميذ ديالهم. حتى لدابا كاين ما بين 50-60% ديال الاباء اللي كيقولوا حنا غنصيفطوا الاولاد ديالنا، وغنشوفوا بيان سور اذا كان داك الشيء مراقب ولا ماشي مراقب. وانا متفقه معك ان انا زعما كبوحدي ما نقدرش نقول واش ان هذا القرار مزيان ولا ماشي مزيان، كيظهر لي ان الوقت هو الكافي الوحيد اللي يقدر يورينا واش هذا القرار كان مزيان ولا لا، صالح التلاميذ ولا لا. من ناحيه الامتحانات، من ناحيه الامتحانات اللي هما الليسي ولا الجامعه، فالقرار اللي انا مقررت في السيمستر اللي فات، قالوا لنا انتم احنا كنعطيو الصلاحيه للاساتذه، هما يعرفوا كيفاش يعوضوا ولا كيفاش يبرمجوا الامتحانات ديالهم، فضروري اعاده اعاده صياغه المقرر بالنسبه للوقت اللي كان باقي. فزولنا شي حاجات اللي ما قدرناش نقريهم اونلاين، خلينا الحاجات اللي هما اساسيين، وكذلك عاودنا صياغه الامتحان كان خصو يكون في القسم، فعملنا دي كويز اونلاين. كاين تبارك الله الحمد لله كاين وسائل اونلاين اللي تقدر تستعملها من اجل تيست التلامد. ابخي متفقه معك من ناحيه اللي هما امتحانات اللي هما كيجعلوا ان تقرر باش تمشي من مستوى لمستوى.
فانا كنظن تعليم كندا ما كنطلعش عليه بزاف بالنسبه للثانوي ولا الابتدائي، فبزاف ديال هاد القرارات او هاد الانتقالات ما كيمشي بحال المغرب، كاين داك الامتحان اللي هو جهوي ولا وطني، كاين بزاف الاعتماد على النقاط المدرسه، الاعتماد على لي لتر دو ريكومونداسيون، الاعتماد على الدوسي ديال التلميذ. فكنظن ان القرار انه بما انه غيبداو في شهر 9 اما غيكونوا امتحانات في شهر 9 لان حتى دابا باقي ما علنوش عليهم، اما غيقولوا نعتمدوا غير على النقاط ديال التحصيل الدراسي، لان كومون السيمستر كان تقريبا على نيسالي، كنا وصلنا في نص ديال مارس وحنا السيمستر كيسالي عندنا في ماي، فكان ما بقى والو باش يسالي، دونك كانوا اصلا اغلبيه ديال التحصيل كان داز. خداو النسبه الكبيره ديال البروغرام اللي كان خصهم يتعرفوا عليه بطبيعه الحال. بس سمحتي لي غنتقل عند لاله سناء. لاله سناء، يعني ايطاليا من الدول اللي عاشت الماساه يعني بتفاصيلها، وعاشت المفاجاه تعاملها مع الجائحه العالميه، هذا الشيء تابعناه للاسف، وصلنا لمرحله ديال انه يعني اصبحنا كنتخوفوا من اننا نسمعوا جديد الاخبار على ايطاليا، لانه الارقام كانت كارثيه والظرفيه كانت كارثيه. الحمد لله حسب الاصداء وحسب البرنامج ايضا صادفت معي يعني بعض الاطر من ايطاليا، قالوا ومنهم اطار صحي قالت بانه الحمد لله الامور بدات كترجع شويه الحياه للطبيعه ديالها، ولكن ما يمكنش نستثني وايضا الجانب التعليمي اللي هو مهم واللي هو اساسي واللي خلق واحد الاكراه كبير الى جانب الاكراه الصحي على دول العالم كلها. نعم بالنسبه لايطاليا كما قلت احنا كان عنصر مفاجاه عندنا يعني كبير جدا، لان مني بدات الحالات وتكتشف يعني الموضوع، ايطاليا كانت من بعد الصين يعني من الدول الاولى اللي بان فيها المشكل واللي بان فيها الموضوع، والتعليم بطبيعه الحال يعني كان من الاشياء الاولى اللي تضرات، وحسينا بهذه الضربه الكبيره وبالمفاجاه. انا بقى كنتذكر النهار اللي كنت في فينيسيا، انا كنقري في بولونيا وكنقري في فينيسيا ايضا وساكنه في مدينه بولونيا، يعني داك النهار رجعت في الليل عادي، الصباح كان السبت جاء واحد القرار مفاجئ من رئيس الوزراء، قال لنا ان من غدا غادي تجلسوا ما غاديش ترجعوا للقسم ديالكم، حتى واحد ما غادي يمشي مساله اسبوع بالكثير اسبوعين. يعني احنا في البدايه كانت هذه هي، يعني ما كناش عارفين راسنا غادي نوصلوا لهاد الكارثه ولهاد الماساه، يعني قالوا لنا فترة الحضانه ديال الفيروس جوج الاسابيع. هذا الشيء كان في الاخر ديال فيفريي، وحنايا في الجامعه يعني عندنا في فيفريي كيكون بدايه الدوره الثانيه، يعني كنا يلا بدينا الدوره، يعني قالوا لنا غادي نتجلسوا اسبوع بالكثير اسبوعين، يعني داك الشيء اللي غتضيعوه غادي نتعاودوا ترجعوا غادي نتعاودوا تعوضوا. ولكن اشنو وقع؟ يعني من بعد يومين ثلاثه ايام بقى داك الشيء غادي وكيتزاد، يعني عرفنا ان الموضوع غادي يكبر. من ديك الساعه تفرض علينا ان الرساله يعني اللي كانت كتوصل لينا ان الطلبه ما خصهمش يضيع عليهم بدل عام، ما تضيعش سنه، وكان عندنا واحد الوقت قصير جدا باش نتاقلموا مع واحد طريقه تعليم جديده يعني مختلفه. حنا كنا متعودين كتمشي للقسم، يعني كيف ما قالت الاخت ريم بصح كنا كنديروا شي حوايج عن طريق الانترنت، كتصيفط لهم بحال دابا الواجبات، كتعطيهم شي حاجه يديروها، كاين فيديوهات والطلبه في الجامعات تبارك الله كل شيء عنده الحاسوب، كل شيء عنده الانترنت، يعني ما غاديش تضطري تشرحي لهم شي حوايج. ولكن انتقلنا من انك يعني تعليم في القسم مع الطلبه ديالك في واحد الظروف، ولينا يعني خاصك دير كل شيء. عندنا يعني اعاده البرنامج، يعني انا بدلت شحال من حاجه في البرنامج ديالي. مشكله اخرى اللي وقعت لينا ثاني ان الاطفال ديالنا، بحال دابا انا ام وعندي طفله صغيره ما كتمشيش للدراسه، يعني جالسه معايا وخاصني انا كتقري. وانا كنقري، يعني تفرض علينا حتى يعني حتى التعليم من البيت حتى هو كانت عنده واحد المشاكل، لان البيت فضاء يعني حميم خصوصي ديال الاسره، يعني واحد الوقت قصير جدا تفرض علينا كاع هادشي، وحنا بقينا كنقولوا راه اسبوع اسبوعين ثلاثه الاسابيع تلقينا راسنا صافي خاصنا نمشيو في هاد النمط. يعني ملي داز مارس قالوا لنا صافي غادي نتكملوا الدوره كلها بهذه الطريقه. الامتحانات حتى هي دابا كنتعلموا حنايا، داروا لنا واحد الظروف تكوينيه باش نديروا امتحانات عن طريق واحد التطبيق اللي هو صعب جدا، لان حتى الامتحانات حتى هي اضطرينا اننا نبدلوها. دابا كلشي ولا عن طريق ديكويت، عن طريق ما تعطيهمش خاصهم يكتبوش، خاصهم غير يديروا بحال دابا ا بي سي، يعني اضطرينا اننا في وقت قصير جدا وحنا راه باقيين كنقريو نبدلوا كاع هذا الشيء. وكيف ما قالت الاخت ريم قالوا لنا حتى سبتمبر
الامتحانات غادي يبداو تاهما بهذه الطريقه، وكيقولوا ان الدوره الجايه كلها حتى هي غتكون عن طريق التعليم عن بعد. حنا حتى التخرجات مثلا في مارس عندنا شحال من واحد تخرج باش ما تضيعش عليه الفرصه انه يتسنى جوان، وكنت تسنى جوان كانوا غادي نعم، وربما يعني كان بالنسبه لنا كل شيء. تفضلي يا استاذة سناء. ما عرفتش كونيكسيون. كان يعني كل شيء كان بالنسبه لنا جديد، كان كل شيء مفاجئ، ولكن تاقلمنا معاه. يعني ما حاولنا اننا من ما ندمروش، يعني حاولنا اننا يعني حنايا كاساتذه والطلبه كل شيء يعني بدلنا واحد المجهود كبير باش نوصلوا لواحد النتيجه. والحمد لله دابا حنايا هذا الاسبوع غنساليو الدروس، وفي جوان ان شاء الله غيبداو الامتحانات الكتابيه والشفويه كلها عن طريق عن بعد عن طريق الانترنت. في جويه يعني الشهر المقبل؟ في جوان في شهر 6. في جوان في شهر 6. جميل، شهر 6 غنبداو الامتحانات. جميل جدا. الا سمحتي لي غنرجع عند السيده جيده. يعني السيده جيده، ربما يعني الصعوبه هي في العالم ماشي غير في المغرب. المغرب تفاجئنا بواحد التكوين عن بعد، وحنا كنعرفوا بانه ربما ماشي عدد كبير من المغاربه اللي كيستعملوا الانترنت وكيستعملوا يعني التقنيات المتطوره. راه كاينه واحد الفئه كبيره اللي ربما حتى التلفازه ما عندهمش الدار، فكانت صعوبه كبيره في انه توصل المعلومه لهاد الوليدات عن طريق التعليم عن بعد. في المقابل ايضا كاين بعض المؤسسات اللي خلقوا نظام خاص بهم، يعني كما كنقولوا من الاخير، والتلاميذ ديالهم كيتواصلوا معاهم بديك الطريقه، ويمكن كيقراو معاهم النهار كامل. يعني يمكن الكور يبدا من 9 الصباح ما يسالي حتى 4 العشيه، حاولوا انهم يتقلموا في الظرفيه هذه. كاين بعض الاباء اللي تيقول لك انا وليداتي ضاعوا هذا العام. حنا كاينه واحد الظرفيه الله يحسن العوان عامه علينا جميع، كلنا رحنا محبوسين وكلنا رحنا وخلاص. اليوم راه يعني تم التصريح بالتمديد ديال 3 الاسابيع الحجر الصحي بالمغرب. اذا حنا عارفين بانه الظرفيه اللي حنا فيها استثنائيه وماشي الظرفيه اللي هي عاديه، ولكن في نفس الوقت كنقول كيجيو الوالدين تيقول لك انا مثلا ولادي ما وصلهمش التكوين عن بعد، كيفاش غادي ندير معاهم؟ واش انا ولدي غينتقل مثلا من السادس ابتدائي للكوليج، اولا من السنه الثالثه اعدادي للثانوي وما دارش الامتحان ديالو غير بالدروس؟ يمكن في الدوره الاولى ما كانتش عنده نقاط مزيانه وكندير مجهود على السنه والدوره الثانيه. بزاف ديال الحوايج اللي دوخوا لنا شي شويه، نبغيك توضحيهم لينا. نعم استاذه، غير حيت السؤال في الاول مشينا للبكالوريوس مباشره، ولكن نرجعوا لهذا التعليم عن بعد كنا نتكلموا عليه. حيت استاذه جيده، العقده عندنا حنا هي البكالوريا، امال البكالوريا اللي خايفين نرجعوا للتعليم. امتى حنا عندنا البكالوريا هي العالم كله كيتساك وكيتفكروا كنهار البكالوريا، واش نجحتي كيدوزتي شنو درتي؟ اذا هي الهاجس اللي قدام جميع الطلبه الله يسهل عليهم جميعا الله ينجحهم. حنا غادي نرجعوا للتعليم عن بعد كما تكلموا عليه الاخوات. هو بالفعل كما قلت يا استاذه، على ان ما كانش من السهل، وكما قالوا الاخوات على ان ما كانش من السهل باش ننتقلوا يعني مباشره وفي غمسه عين من التعليم الحضوري الى التعليم عن بعد، وخاصه اذا كانوا هما في دول متقدمه ويقولوا يعني ما كانوش موجودين، فما بالك حنا كما قلت لي على ان يعني المستويات ديال الناس تختلف، والتعامل ديالهم مع الوسائل الالكترونيه تختلف، مع الانترنت كتختلف. اذا اللي مهم اللي خصني ما ننساش نقولوا على ان كما قالوا الاخوات، على ان من تقرر الحظر الصحي وايقاف التعليم الحضوري كانوا التلاميذ قد وصلوا، يعني ديك الساعه كانت 14 مارس، قراو حتى 14 مارس، وتوقفت التعليم الحضوري نهار 16 مارس، كانوا خداو تقريبا ما بين 70 و75 من المقررات اللي كان خصهم يخداوها. هذا هو علاش الذي شفع السيد الوزير وعاون السيد الوزير باش ما تكونش السنه بيضاء. علاش غتكون السنه بيضاء والدراري ديجا قراو تقريبا 75% من داك اللي خصهم يقراوه، ولكن داكشي اللي باقي لهم يعني تقرر التعليم عن بعد. طبعا واللي بغيت نشير هنا يعني في جميع الاكاديميات، يعني كانت واحد التعبئه شامله وتلقائيه ديال الساده المدير الاكاديميات، المدير الاقليميين، الساده الاساتذه، المفتشين، جميع المكونات ديال المنظومه التربويه. والاساتذه اول شيء داروه كما قلت يا استاذه انهم داروا مجموعات ديال الواتساب، ديال يوتيوب، ديال مع التلاميذ ديال مباشره. يا غير الوزاره قررت باش طبعا مراعاه باش تقضي شويه على عدم تكافؤ الفرص، اذا قامت بمجهودات جباره
علاش؟ لان ووفرت شي حاجه اللي يمكن الدراري كاملين يستافدوا منها، مثلا يعني الاذاعه الوطنيه اللي وضعت رهن اشاره الوزاره قنوات مثلا الثقافيه، مثلا قناه العيون، قناه الامازيغيه، القناه الرياضيه، اذا كل هذه القنوات كتبث دروس للتلاميذ. اذا كنقولوا حنا طبعا حنا المغرب رغم كما بغى يوصل المستوى ديالو المادي، ما يعني لا نظن على ان قليل جدا شي دار اللي غادي تكون خاويه من التلفزيون. طبعا التلفزيون ما يمكنش، خاصه اذا كانوا الدراري بزاف يعني غادي يكون مشكل، ولكن على الاقل يعني تعطات لهم هذه الفرصه. كاين ايضا واحد مسطحات مثلا تعليم تيس، تلميذ تيس اللي كيداروا فيه الدروس كامله، واي تلميذ يمكن له يدخل ويشوف في المستوى ديالو. الوزاره باش تحل هذا المشكل ديال الدروس المصوره حملت الاكاديميات، فرقات المسؤوليه بين الاكاديميات، كل اكاديميه قالت لها تنتج دروس مصوره وموارد رقميه بمستوى او عده مستويات. لهذا الشيء اللي بقى من السنه الدراسيه، كانت تقريبا كانوا ديك الساعه من القدره كنبقاو تقريبا 4 اسابيع. اذا احنا مثلا داخله النصيب ديالنا هو مستوى الخامس، اذا الاساتذه ديالنا والمفتشين ديالنا الخامس ابتدائي نكبوا على انتاج هذه الدروس المصوره والموارد الرقميه اللي تبث، خاصه الخامس كيبث على، هو من الاول حتى الخامس كيبث على القناه الامازيغيه في الصباح تقريبا 8:30 حتى 12:00 هكاك. اذا معنى ذلك على ان كانت واحد التعبئه تلقائيه بين الاساتذه، وطبعا تعبئه كبيره جدا وجباره ديال الوزاره، ووفرنا هذا التعليم عن بعد. طبعا كاين الاباء اللي كيقولوا، كاينين اللي كيجونا كيزورونا يعني في الاداره، كيقول لك مثلا انا مثلا عندي مثلا 5 الوليدات، انا عندي غير التليفون ديالي بسيط، واش غادي نعطيه لهذا ولا لهذا ولا لهذا؟ اذا كاين بعض المشاكل، يا غير في نفس الوقت كاين الناس اللي دخلوا في مجموعه من 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 الجامعات ومجموعه من المجالات المنتخبه اللي دخلت واعطت لوحات الكترونيه للتلاميذ، وبل واكثر مثلا عندنا في اوسل المجلس الاقليمي اللي جاب تعبئه لجميع التلاميذ ديال 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 اوسل ديال وسط القراوي. ملي دار السيد المدير الاقليمي واحد التشخيص، لقى بان ملي تعطوا هذوك التعبئات ارتفع عدد المستفيدين من التلاميذ تقريبا 90% من التلاميذ استفادوا من هذا. اذا معنى ذلك على ان طبعا هناك مشاكل. علاش؟ لاننا راه العالم تفاجأ بهذا المشكل هذا، ولكن الوزاره واعيه بهذه المشاكل، ولذلك وضعت حلول باش تخفف شويه من الوطأة ديال هذه المشاكل على مختلف الفئات. من بين مثلا الاجراءات، قلت يا استاذه كاين التساؤل، هذا التلميذ واش غادي اللي ينجح غير باسمته وطلع للمستوى الثاني المستوى الموالي، يعني شنو المصير ديالو؟ هناك بغيت نشير لواحد نقطة مهمة جدا، وهي يعني ضرورة استمرارية هذا التعلم عن بعد ما تبقى من السنة الدراسية. بالفعل كاين شي أساتذة اللي كملوا المقرر، ولكن اللي ما كملوش المقرر يكملوا المقرر. وحنا كنشوفوا، أنا كنتصل غير الأول بعد اتصلت بمؤسسة عمومية ومؤسسة خصوصية، لقيتهم يعني مستمرين في هذا الاستمرار البيداغوجي. علاش؟ لأن خاص الآباء يعرفوا والأمهات على أن هذا التلميذ اللي غادي ينتقل مثلا هو اللي دابا مثلا في خاصه الابتدائي، لان الوزاره مشكوره قامت بانتاج مجموعه من الكراسات من المستوى الاول حتى المستوى السادس في الماده العربيه والفرنسيه والرياضيات، وهذا قررت الوزاره باش توزعهم على التلاميذ ديال الوسط القروي تفاديا لهذا المشكل اللي وقع لهم، لان ما كانش الانترنت ولا شي حاجه. ولكن احنا في الداخله نظرا لان العدد قليل، اليوم ناقشت مع السيد الوالي على اننا نبغوا احنا نفرقوهم على كل شيء التلاميذ، سواء الوسط القروي ولا الحضاري، وهاد الكراسات، وسواء الكراسات ولا حتى الدراري ديال الوسط القروي بعدا راه خداو الكتب من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بدايه السنه، يعني تقريبا كلهم كيتلاوزوا، يعني عندهم كتب وكاين هاد الكراسات اللي غادي تكمل لهم البرنامج. اذا حنا اللي كنحثوا واللي كنبغوا الناس وسائل الاعلام بحالكم وجميع المتدخلين يقولوا للناس على ضروره استمرار هذا الاستمرار البيداغوجي حتى يكملوا الدراري، باش العام الجاي ان شاء الله منين يمشي للقسم الثاني الموالي غادي يكون ما كيخص والو، ما كيتسال والو من الدروس والمعطيات اللي خاصها تكون عنده والكفايات اللي خاصها تكون عنده من المستوى اللي قبل. اذا لذلك يعني ضروره الاستمرار يعني في التعلم عن بعد، رغم ما فيه لانه هو طبعا ما كيعوض، ولكن
مضطر كحل ترقيعي مقبول، كحل ترقيعي الحمد لله والشكر لله غض الخيال راه مقبول بشكل كبير. نعم فقط غير الاشاره يعني لا جيده قبل ما نوصلوا النقاش مع الضيفات الكريمات، بالنسبه للتلاميذ ديال البكالوريا غيمتحنوا الى حدود الدروس اللي خداو حتى النهار يعني 13 مارس. مزيان اللي طرحتي هذا السؤال، ماشي غير هما راه كل شيء. المهم حتى دوك اللي غيمتحنوا في هذه الاولى اذا دائما توخيا لتكافؤ الفرص، اذا ودائما استحضارا للمشاكل اللي عاشت التعليم عن بعد واللي كيعانوا منها بعض التلاميذ والاباء والامهات عن التعليم عن بعد. اذا باش نكونوا منصفين، اذا الامتحانات اللي غادي سيمتحنوا فيها التلاميذ ديال البكالوريا هي اللي قراوا دراسه حضوريه حتى 14 مارس، وطبعا من اجل يعني غادي تكون عندهم دروس، غادي تكون عندهم ان شاء الله دروس ديال الدعم والتقويه في هاد في دوك الدروس اللي كانوا قراوهم، يعني تقريبا على ما اظن ابتداء الاسبوع الجاي غادي تكون الدروس ايضا عن بعد ديال الدعم والتقويه والتهيئ للامتحانات. اذا معنى ذلك على ان حتى شي واحد ما غادي يشكي ويقول لا حتى انا ما قريتش عن بعد ولا شي حاجه ولا ما كانش عندي، لا انصافا لهم ولتكافؤ الفرص راه غادي سيمتحنون غير ذاك الشيء اللي قراو حتى 14 مارس. نعم جميل جدا. ننتقل عندك لالا ريم. لالا ريم مي كنتكلموا على يعني كندا بصفه عامه، بزاف ديال الناس كيحترموا النظام التعليمي الكندي، ربما كيقولوا بانه فيه يعني مجموعه من المؤشرات اللي هي جيده كنظام تعليمي، ولكن في نفس الوقت ربما الظرفيه الحاليه طرحات مشاكل اللي برزات، طرحات مكتسبات، وفي نفس الوقت طرحات صعوبات اللي ربما غادي نوعا ما غيكون عندها تاثير على مدى السنوات الجايه. بالضبط، فكذلك على حسب يعني مش من مستوى كنهضروا عليه. بياسو هو النظام الكندي ككل كنظن نظام جيد، انا من بما انني في التعليم العالي كتعليم عالي كذلك التعليم الكندي العالي معروف ان بالجوده ديالو، و سي فري انه كيعتمد على بزاف الحاجات، من بين الحاجات اللي كيجعلوا انه مزيان وان بيان سور القاعات مجهزه والاساتذه مؤطرين، فعليها من الجامعات اللي في كيبيك وحتى في المقاطعات الاخرى انهم ارتاؤوا انهم يقروا اونلاين، على حسب لان شافوا ان هذه الجوده هذه ما عرفتش تكون بطريقه كامله اذا جات على حساب الصحه ديال التلاميذ ولا ديال الطلاب. ف الاغلبيه نقول واحد النسبه كبيره من الطلاب كيجيو من انحاء العالم، فكاين هذا الشيء كيخلق مشكل ديال الفيزات، مشكل ديال السكن، مشكل ديال بيان سور ديال الصحه العامه. فبما ان باش نتفادوا هذه المشاكل هذا مشينا على التعليم عن بعد، ولكن يعني حنا كاول اساتذه اللي قرينا عن التعليم عن بعد، يعني انا كنت كنقري في السمسك اللي فات، دوزنا بحال التجربه اللي هي مشينا تادابطينا ولا تاقلمنا مع الوقت. كان عندنا واحد الوقت وجيز باش نتاثروا فيه وتاثرنا فيه على حتى ما قدرنا نتاثروا، ولكن دابا ما طرحاتش اشكاليه ديال عدم الالتزام مثلا، لانه كما تنقولوا الطالب في الدار ربما شرط لها لا سناء، انت في الدار في بلاصتك يعني المفروض انها تكون واحد المكان اللي هو حميمي. مي كنجي غنقول لك تجلس قدام بيسي وغادي نقريك، واحد كينوض يمشي للكوزينه، واحد اخر تيخرج مع شنو بغى يجيب، لا واحد اخر كاع هو ما مكونيكتيش ما عنديش انترنت، واحد اخر يقول لك لا انا ما فقش كاع نسيت انا واش عندي الكور. واش كان هذا المشكل ديال الالتزام؟ هو كاين، ولكن هذا المشكل هذا يقدر يتقنوا بطرق مختلفه. فاول حاجه باش ما نفرضوش على التلاميذ كاملين يتكونيكتاو في نفس الوقت، حنا سجلنا لي كور، فكنا كنتكونيكتاو بالتلي كونفرنس، ولكن كيكونوا مسجلين كنحطوا هذا الفيديو كنحطوه في السيت ديال الكور. تلميذ اي تلميذ في اي بلاصه في العالم فيما هو كان، لان كانوا بزاف التلاميذ اليوم انترناسيونال كيمكنهم يتكونيكتاو على حسب هما فوقاش ما بغاو، ويعاودوا يشوفوا داك الفيديو ثلاثه د المرات بعض المرات باش يشوفوا داك البارتي اللي هما باغيين يتعلموا منها. هذه كاولى، وهذه كنظن غنكملوا فيها مما دا السمسك اللي جاي. ثاني حاجه هو انك استاذ انت تقدر تفرض، يعني في الاول ما حنا ما بغيناش نفرضوها لان كانت الامور شويه صعيبه، كان التلاميذ عايشين ظروف اللي هما خايبين، كان الامور باقي فيها بزاف ديال الشك. دابا مع حنا كنت شويه ادابطينا مع الكوفيد ودات الامور كتتضح اكثر، تقدر كاستاذ انك تقول انا غنلزم البارتيسيباسيون اونلاين. فاللي اللي استعملناهم بحال دابا زوم ولا سكايب ولا اخر تطبيقات اخرى، كاين فيهم انك تقدر كتلميذ تعلي يدك تسول سؤال، تسول في الاول كتكون الميكرو مشدود، ولكن تقدر انت تفعل الميكرو ديالك وتقول استاذ انا عندي سؤال، يطرح سؤال يقدر يبان في الفيديو اذا بغى. فهاد الشيء هذا انت كاستاذ تقدر تقول انا
نحبب ان اذا التلميذ دار هادشي غنزيدك نقاط في المشاركه، اولا غنعطي اسئله اللي انا سولتها في القسم مع خصكم نتوما ترجعوا تجاوبوا عليها، يعني اذا ما تفرجتيش الفيديو راه ما غتقدرش تجاوب عليها وبالتالي ما يكونش عندك نقطه. فهادشي كيجعل التلميذ انه باش ينجح في القسم ويكون مزيان لابد عليه انه يتفاعل مع هاد يحاول يعمل الجهد ديالو. بيان سور مما كيكونش مشكل جاي من 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 الغوسوس، يعني التلميذ ما قادرش يكون يتطبي ما ان ما عندوش الانترنت ولا شي حاجه، حنا كنت ادابطو كجامعه عندنا ضروري خصنا بالنسبه للتلميذ اللي عنده مثلا مشكله تحصيل عن بالديجيتال كمثلا عندهم تشتت الذهني ولا ما يقدروش يركزوا بزاف الانترنت، راه عندنا امتحانات مخصصه ديالهم وحاولنا ان نتادابطو معاهم في التحصيل ديالهم باش ما يكونش يكون داك المبدا ديال تكافؤ الفرص. ولكن بالنسبه لعامة التلاميذ خصوصا في الدول المتقدمه ككندا كلشي عنده اكسي للانترنت واكسي للديجيتال، فكان ممكن ان نديروا هاد لا ترانزيسيون. لالا ريم يعني لا سمحتي لي غنتقل عند استاذه سناء. استاذه سناء بالنسبه للنظام اللي قالت لالا ريم ديال لي كويز وحتى انت ربما شرتي ليه، يعني واش بالنسبه ليك هذا النظام هذا كفيل بانه يبين لك التحصيل الكافي ديال التلاميذ والطلبه؟ وحتى انتما بدوركم واش بالنسبه لك التعليم عن بعد والظرفيه الحاليه كان عندها واحد التاثير اللي خلى مثلا التلاميذ انهم يكونوا ملتزمين ويكونوا منضبطين، خاصه وانه كاين ربما بعض يعني المستويات الانتقاليه اللي ربما صعيب باش تشدو تحكم فيه وتقول غادي تجلس؟ هي مسألة الالتزام كانت مطروحة مني كان التعليم يعني حضوري، يعني اللي ما كيبغيش يجي ولا اللي عنده شي ظروف راه بيان سور ما كيجيش. حنا مني كان عندنا يعني الحضر كنا كنقولوا حنا كلنا جالسين في الدار، يعني ماشي بحال مني كنتي ما كتجيش المحاضرة مباشرة كتقول مثلا كان عندي ظرف، كان عندي كانت عندي فيزيت، كانت عندي خصني نمشي. يعني حنا شنو الاساتذه في الاول شنو اللي وقع لينا الخطا اللي وقع ارتكبناه، ولينا كنقولوا حنا مفروض اننا نبقاو في الدار، يعني ممنوع اننا نخرجوا، يعني اشنا هو الظرف؟ وعندك عندك كل واحد عنده جهاز ديالو، عندك الانترنت، يعني شنو هو الظرف اللي ما غاديش يخليك انك ما تكونيكتاش وما تحضرش الدروس؟ يعني حنا كلنا جالسين في الدار كما انا جالسه انت راك جالس، يعني في الاول شويه واقيلا فرضناها عليهم بواحد الطريقه والنفسيه في الاول كانت يعني سيئه. الطلبه في الاول يعني كانوا ما عارفينش شنو هو المصير ديالهم واش كيفاش غادي نكملوا، يعني في الاول كانت شويه هاد المشكله وكان عليهم حتى الضغط ان حسوا بينا حنايا فرضنا عليهم خاصهم يحضروا، خاصهم يكونوا كاينين، خاص حتى شي حاجه تضيع عليهم، يعني ضغطنا عليهم شويه بهذه الطريقه. والضغط الاخر اللي وقع له هو درناه كاساتذه، كل واحد فينا ولا خايف انه ما يكملش البرنامج ديالو، كل واحد فينا ولا باغي يعطي اكثر من داكشي اللي كان خاصو يعطي، يعني وقيلا حتى شويه شارجيناهم، يعني بقينا كن اضافه بقينا وداكشي اللي كنخافو ما نديروهش عن يعني بحال دابا كيف ما قالت الاخت ريم انا كنستعمل باغ اكزومبل كنديرو زوم كنديرو تيمز كنديرو ميت، ولكن اش كنت كندير انا بحال دابا في الليل كنسجل المحاضره ديالي بوحدي وكنهضر فيها وكنقول لهم شنو خصهم يديروا وكنحطها لهم، وقت ما بغاو يشوفوها كيشوفوها، ولا كنزيد كندير لهم شي حاجه اخرى كنقول لهم الا ما كملناهاش يعني سيروا كملوها نتوما بوحدكم، يعني واقيلا ضغطنا عليهم اشنو ولاو كيقولوا لينا، كيقولوا لنا يعني الاساتذه كلهم راه ما عندناش غير ماده وحده ولا جوج المواد ولا ثلاثه، كل واحد فيكم يعني باغي يعطينا اكثر من داكشي اللي كنا كنديروه وحنايا معاكم مباشره، يعني في الاول ضغطنا عليهم، ولكن يعني رغم ذلك يعني التزموا كانوا كيحضروا، ماشي دائما ماشي كلشي. انا بعض المرات كنقول لك كنكونوا طافين كلنا الميكروفونات حيت الهضرنا كلنا في نفس الوقت ما كيتسمعش الصوت، ولكن انا احيانا كنت اللي كيهضر كيدير الميكروفون، احيانا كنقول لي مشعلوا الفيديو باش نشوفكم، يعني باش ما تبقاش عندي داك التخوف ديال راهم غير كيسمعوا ويقدروا يكونوا خدامين في التليفون كيشوفوا فيسبوك، يعني راهم كاينين، يعني عطيتهم حتى شويه هذا الاحساس بالمسؤوليه ان انا كاستاذه من الجهه الاخرى كما انا كنبين لكم حتى انا راسي حتى انا ملي باغي نشوفكم وباغي نشوفكم في ديك اللحظه شنو كديروا. بعض المرات كنقول لهم كتبوا وعن طريق الكاميرا يعني وريوني داكشي اللي كتبتوا، يعني حاولنا اننا نخليو حتى الدرس يكون فيه تفاعل، ما يبقاوش غير يسمعوا استاذ كيهضر ساعتين، يعني كتسولهم كتقول لهم نشوفك حتى نتوما شوفوني، كنت كنطرح عليهم نقاشات يديروها مع بعضياتهم، يديروا بحث مع بعضياتهم عن طريق يتفقوا كل مجموعه تتفق بوحدها وكيديروا بحث وكيطرحوا هما على المجموعه، يعني حتى هما ملي كيحسوا براسهم طرف يعني موجود حتى هما كيهضروا هذا كيشجعهم اكثر، يعني ربما خلقت
بدائل الفكره العامه اللي عندنا للتعليم. حنا خاصنا نقراو ونديروا امتحان باش ننجحوا، وربما هذه البدائل هذه نوعا ما سهلت الماموريه من واحد الجانب، وفي نفس الوقت عطات الامكانيه لهاد الطلبه على انهم يكونوا اكثر فعاليه، يكونوا اكثر فعاليه، وساعدت هذوك الطلبه اللي ما كانوش كيقدروا يجيو، بحال دابا اللي كان خدام، اللي كيكون ساكن بعيد، اللي كتكون عنده يعني تادوك اللي ما كانوش كيحضروا، هالطريقه شجعاتهم، شجعاتهم خصوصا حيت كاين اللي طالب يقدر يقول لك انا ما باغيش نشعل الكاميرا، ولا يقدر لما بغاش يجاوب ما كيجاوبش، يعني ما كاينش داك التخوف ديال راني جالس في القاعه يعني الاستاذ غادي يجي حدايا وغادي يسولني، يقدر يبقى غير يعني غير كيسمع، يكون غير كمستمع. شحال من واحد كان ما كيحضرش مباشره، هالطريقه شجعاته انه يخلي كل شيء طافي، كيطفي الميكروفون، يطفي الكاميرا، ويبقى غير كمستمع. يعني حتى داكشي اللي فاتو يقدر يكون يعوضو، يعني كي كيتشجع اكثر انه ما عندوش داك التخوف من الاستاذ راه غادي يسولو، راه حاضر، راه كيشوفو. يعني انا جاتني هالطريقه من واحد الناحيه شجعات شويه. طبعا المساله ديال العمل والدرس يعني حتى بالنسبه للطلبه انهم يقراو في الدار كانت عندها شويه المشاكل، وانا حتى الطلبه ملي هضرت معاهم قالوها لي، بحال دابا كيقول لك عندي اللي عنده كلب، اللي عنده خوه صغير، اللي عنده الام ديالو كتغسل في الماء وكيحشم انك راك تسمع الصوت ديال، يعني خلقات شويه هاد. ولكن حاولنا ان نجا يعني حنا عرفنا ان راه البيت ماشي هو الفضاء العادي اللي كنا كنشتغلوا فيه، يعني واخا كانت شويه هذه المشكله تاع الواحد كيفقد شويه التركيز ديالو، كتسمع واحد الصوت جاي من برا، كتسمع الباب تحل، كتسمع شي واحد صونا عليك، التليفون ديال الدار الى صونا كيخلق ازعاج للجميع، يعني وقع هذه المشاكل ملي كنا في القاعه ما كانتش. ولكن يعني في النهايه شفنا ان عندها حتى واحد يعني كاينه واحد الجوانب ايجابيه خرجت من هاد التجربه، وحتى حنا خرجنا منها يعني استفدنا، خرجنا من بزاف ديال الاشياء. يعني ممكن شي حوايج ممكن نديروهم هكا. باش نرجع للسؤال الاول ديالك اللي قلتي ديال طريقه الكويت، يعني الكويت ماشي هو الطريقه اللي كنا متعودين عليها، وماشي الطريقه اللي غادي تخليني انا ككتابي، حنا اقترحناها غير كامتحانات كتابيه باش ما يوقعش لنا المشكل، خصوصا انا مثلا كندرس لغه خاصهم يكتبوا بالعربيه. يعني ماشي كلشي كيقول لك انا ماشي كلشي عندي طريقه باش نقدر نكتب، حيت في الاول كانوا كيكتبوا بايديهم ورقه وستيلو، ماشي يعني باش ما يتطرحش المشكل تاع اللي عنده بي سي يقدر يكتب بالعربيه، اللي عنده ما كيكتبش ليه، اللي كيقول يعني باش ما تطرحش هذه المشكله، حنا درناها خصوصا على هذه المساله ديال ما يقدروش يكتبوا، يعني عندهم اسئله وعندهم دي شوا، يعني عندهم اختيارات متعدده ا بي سي، يعني كتعطيهم جواب صحيح، يعني عطيتيهم تقريبا 30% ديال الجواب وجوج ديال الاجوبه اللي خاطئه. هذا حنا درناها طريقه يعني باش يدوزوا بها الكتابي. نعم. مي غادي يبقى كل شيء على الشفوي، يعني داكشي اللي ما غاديش نسولو انا بالطريقه القديمه اللي كنت كندير بها الكتابي كله غنركزوا على الشفوي، يعني عارفين ان الا دوزوا الكويت الا دوزوا الكتابي شفويا حتى هو غادي يكون عن طريق تيمز ولا عن طريق زوم، يعني غنسولهم اكثر. يعني معظم البرنامج ومعظم يعني الجزء الكبير من الامتحان غادي يكون عن طريق يعني الشفوي، لانه هو اللي غيكون فيه تفاعل بشكل مباشر. لان الكويت ماشي كافي بطبيعه الحال، وربما كما قلتي راه كتعطي للتلميذ واحد النسبه، ما غيحملونيش التلاميذ من غنقول هذه المساله، كتعطي واحد النسبه من الجواب، يعني راه تقريبا عطيتي نسبه من الجواب بطبيعه الحال. واخا ما يكونش عارف ويقول غير نجرب، يقدر الحظ يكون في صالحه، يكون معاه ويجي الجواب صحيح في البي ولا في الا ولا في السي. غادي نرجع عندك لاله جيده، يعني ربما كيف ما قلتي دابا التدابير اللي دارتها الوزاره واللي انتم لاله جيده كتمثلوها اليوم امامنا، وبطبيعه الحال كونك المديره الجهويه ديال الاكاديميه ديال التعليم، اذا التدابير اللي هي بصراحه بغينا ولا كرهنا خصنا نعترفوا بالمجهود الكبير ديالها. وصلتوا القناعه ديال انه التلاميذ اللي غيجازوا امتحانات البكالوريا ما يفوتوش 10 ديال الوليدات، 10 ديال الطلبه عفوا في القسم. كاينه تدابير معينه، غيدوزوا الاحرار بوحدهم، غيدوزوا الرسميين بوحدهم، 10 ديال الطلبه في قسم ما غيكفيوش المدارس في يوم واحد، ربما غيكون الامتحان على اجزاء اكبر خاصه في مدن اللي هي كبيره، مثلا خدينا مثال ديال الدار البيضاء، مراكش، طنجه، مدن اللي هي كبيره. فكيفاش غيكون يعني طريقه التعامل مع الامتحانات باش ما يكونش تسريبات، ما يكونش اخطاء؟ واش تكون امتحانات كثيره، واش تكون نماذج كل واحد يدوز الامتحان بنموذج معين؟ كيفاش كاين التدبير ديال الامتحانات؟
بالنسبه للامتحان، الامتحانات قبل ما ندخل في الامتحانات، غير واحد فكره قبيله ما قلتهاش، هي على ان بالاضافه الى الدروس والمعلومات، راه الوزاره والاكاديميات انتجت مجموعه من الانشطه في الحياه المدرسيه، يعني مثلا مسابقات في الرسم، مسابقات في الشعر، مسابقات في اعطى الدروس في التربيه البدنيه، يعني دات مجهودات كثيره باش تحيد التلاميذ من فوالا من هذاك الروتين ديال التحضير. اما بالنسبه للامتحانات، حنا كنعرفوا على انك الامتحانات كتكون حسب دفتر المساطر. دفتر المساطر اللي عندنا يعني ما كانش فيه المشكل ديال جائحه كورونا باش غنتعلم معاها. دابا ان شاء الله من بعد تصريح الوزير لابد تكون دفتر المساطر ودفتر المتحملات اللي باش غادي ندوزوا لهاد الامتحانات. غالبا الامتحانات يعني كتكون فواحد يعني كتكون محصنه بواحد التحصين كبير جدا. مثلا شكون اللي يعني في الظروف العاديه كانوا كيمشيو مدير، انا كمدير اكاديميه والمدير ديال الاكاديميه كنمشيو حتى المركز الوطني ديال الامتحانات باش نجيبوا الامتحانات. وطبعا الناس اللي كيكونوا قراب كيكون معاهم لي جوندارم ولا البوليس ولا شي حاجه، حنا لاننا كنمشيو من الداخل حتى يعني من الوزاره كيكون معنا الاسكورت حتى المطار، ويلفوا نوقفوا هنا في المطار كيكون كنلقاو الامن كيتسنانا وكنمشيو وكندوا الامتحانات لواحد المركز محصن ديال الامتحانات. هذاك المركز كيخدموا فيه ناس كيسموا الناس ديال الاعتكاف. هاد الناس هادو ناس يعني مشهود لهم بالجديه، مشهود لهم بالنزاهه، مشهود لهم بالموضوعيه، مشهود لهم بالكتمان التام لكل ما يتعلق بالامتحانات. اذا هاد السنه هذه طبعا هذا لن يخرج عن هاد عن هاد السيناريو، لان اكيد لان باقي ما عرفناش كيفاش غنسلموا الامتحانات. كما قلت لك راه يلاه اليوم عطى السيد وزير التعليمات ديالو، وطبعا راه في المركز الوطني للامتحانات بصدد الاعداد ديال هاد الشهاده. واش غنمشيو نجيبوهم؟ واش غادي نمشيو العلائيين كيفاش غنجيبوهم؟ ولكن التحصين كاين المركز ديال السيناريو الاقرب، يعني السيناريو الاقرب لاجتياز الامتحانات، واش غتكون امتحانات يعني مغايره اللي غيدوزوه الاحرار ماشي هو اللي غيدوزوه مثلا يعني الرسميين بمختلف الاقسام اللي غتكون متعاقبه، ولا يعني بالنسبه اشنو هو السيناريو المحتمل؟ هي غير الفكره الاساسيه قلتيها استاذه، الفكره الاساسيه باش نقدروا نضمنوا ونحافظوا على عشره ديال التلاميذ في القسم، ما يمكنش نديروها الا كانوا غادي يدوزوا كالعاده، يعني كل شيء اداب وعلوم وتقنيات ما كناش يمكن. اذا دابا الوزاره دابا في هذا الشيء اللي عطى السيد الوزير على انك غادي يكونوا جوج ديال الاقطاب، يعني جوج ديال المهم قطب اللي غيدوز فيه الاداب والعلوم الانسانيه والتعليم الاصيل، هذا هو اللي غادي يكون نهار ثلاثة واربعة. ومعنى ذلك على ان منين توسعوا هكا، حنا درنا انسيميلاسيون او نيفو ديال الاكاديميه ديالنا، ولقينا على ان في كل مؤسسه تعليميه عندنا يعني الكلاس يعني الحضورات الدراسيه كافيه باش نديروا مثلا درنا الادب بوحدو راه كافيه، ونديروا العلوم ديك الساعه بوحدهم. اما بالنسبه للامتحان ما بين الاحرار والرسميين، راه دائما كيكون غالبا مخالف، يعني الامتحان ديال الاحرار وحده والامتحان ديال الرسميين بوحدو. الاحرار كما قلت لك كيدوزوا داك الجهوي ديالهم اللي غيدوزوه نهار 1 و2 يوليو، وغادي يكملوا بالوطني، وما كيكونوش نفس الاسئله، يعني كيكون المهم كيكون الامتحان ديال الاحرار على اي كيكونوا الامتحانات مختلفه، يعني ديال الاحرار كان يعني نفس عفوا. اذا من حيث يعني الشكل ومن حيث المضمون ما غادي يكون حتى شي حاجه مختلفه مع ما كان سابقا، لان الامتحانات غتدوز في لي نورم. لان علاش؟ لان تبعاتهم شهادات، هاد الشهادات كاين الدراري اللي كيعولوا عليها باش يمشوا للخارج، كاين اللي يعولوا عليها باش يدير تخصصات معينه. اذا طبعا خاصها تدوز في احسن الظروف واكثر الظروف نزاهه وموضوعيه، باش تكون النقط اللي غادي يحصلوا عليها التلاميذ موضوعيه. وطبعا حنا لنزاهه هاد الامتحانات راه سواء في الظروف اللي قبل وسواء في الظروف هذه، لابد نستعملوا مجموعه من الاشياء. طبعا هناك الحراسه، هناك المراقبين ديال الجوده، هناك الملاحظين، هناك طبعا رؤساء المؤسسه يعني رؤساء المراكز، هناك ايضا كنستعملوا دوك الالات الكاشفه يعني لي بورتابل، الا كان شي واحد هاز بورتابل شي حاجه كنخدم
مجموعه كاين لجان اقليميه ولجان محليه اللي كتكلف بهذه الاشياء هذه. اذا يعني للحفاظ على نزاهه الامتحانات واعطائها واعطائها المصداقيه ديالها باش طبعا ما يقولوش بان راه امتحان كيدوز في ظروف اقل صرامه ولا شي حاجه وهو وبذلك سيكون اقل جوده من من من, من الاخرين. اذا هذا هو والله يعطيك الصحة على جيدة بصراحة. هو النقاش رائع جدا برفقتكم، ولكن وقت البرنامج ضيق. نبغي قبل ما نختم نبغي نعرف تصوراتكم على الصعوبات المقبلة في الجهاز يعني في القطاع التعليمي بصفة عامة. لالا ريم، شنو هو الصعوبات اللي كتبان لك جاية في الجانب يعني في, 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 في النظام التعليمي في هاد الشهور المقبلة؟ شكرا بزاف للناس سكينة، احنا نستمتع بزاف باللقاء باش نجاوب على السؤال ديالك. الصعوبات كنظن هما الصعوبات اللي كنعيشوها دابا، كيفاش كنا نطوروا التحصيل عن بعد، لان كيف ما شفنا التحصيل عن بعد دابا من ناحيه اللي هما سوليوشن ولا ترقيعيه اللي كتخدم يعني بانك نحطوا واحد ليفور كاساسي دا التلاميذ هما كيحطوا مساكن ان ليفور باش يجلسوا مع كامل يتبعوا، ولكن كيفاش يمكننا نسهلوا هذه الماموريه للتلاميذ، كيفاش يمكننا نسهلوها للاباء، كيفاش يمكننا نسهلوها للاساتذه، فكيفاش نجعلوا هذا التعليم عن بعد مثلا في دول بحال المغرب كيفاش نعموها تكون في حد الطريقه اللي هي سلسه. وكنظن ان دابا هذه الجائحه هذه كنتمنوها ان شاء الله ما تكررش ابدا في تاريخ الانسانيه، ولكن حنا ما عارفينش هادشي كيعلمنا ان خصنا نكونوا مهيئين. فانا كنظن التعليم عن بعد كما هضرت عليه الاستاذه ان كنظن فيه شي حاجه شي ايجابيات اللي هما مزيانين، كيجعل ان التلميذ يكون عنده طرق اخرى ليعبر على نفسه، كيمكنه انه يرجع يشوف التحصيل يتعلم مثلا عن طريق ماشي ضروري دقه واحده يتعلم، يقدر يشوف الفيديو مرات اخرى ويتعلم، يقدر ان نفعلوا بزاف الاسس لانه يجعلوا التلاميذ يخدموا اونصامبل، بدل ان غير الاستاذ اللي كيقري في القسم كيكون غير استاذ كيقري وانت كتاخذ لي نوت، بالعكس التلاميذ يقدروا يخدموا اونصامبل عن طريق الانترنت، ماشي ضروري يضطروا يمشيو حتى القسم. فبالنسبه ليا انا كنظن كاين واحد الايجابيات اللي يمكننا نخليوهم من بعد. السؤال هو كيفاش يمكننا ندمجوا هذا التعليم عن بعد مع التعليم في القسم، فكيفاش يمكننا نهيئوا الاقسام كذلك يكونوا في محطه اللي هو التعليم عن بعد، اللي ان شاء الله اذا احتجينا اننا نمروا عن التعليم عن بعد 100% شي دار اخر الله يحفظ نكونوا حنا واجدين بطريقه اللي هي مزيانه. فهذا بالنسبه لي من الصعوبات اللي خصنا نتجاوزهم. مرحبا، انت عندك لالا سناء بنفس السؤال، شنو هي الصعوبات المرتقبه يعني بالنسبه لك في الاشهر الجايه ان شاء الله؟ كيف ما قلت قبيله يعني ما نكروش ان كانت واحد الجوانب يعني ايجابيه، وتحنا يعني اكتشفنا في ريوسنا شحال من حاجه، يعني ان كانت عندنا واحد القوه كبيره وفي يعني تحت الضغوط اللي كانت علينا وقدرنا اننا نعطيه وباقي مستعدين نعطيو اكثر. انا واقيلا كاين واحد الجانب اللي شويه كان يعني كنفتقدو مني كنخدم عن بعد، خصوصا انني عندي سويع بزاف، يعني كاين شويه داك البعد الانساني، يعني ما كاينش داك اللقاء المباشر مع الطالب، يعني كتشوفيه كتعرفي شنا هي رده الفعل ديالو، يعني هذا شويه كنفتقدو. يعني التعليم عن بعد ما بغيتش نقول انه تعليم بارد شويه، ولكن ما يعني ما كاينش داك الجانب الانساني، الجانب ديال لو كونتاكت مع الطالب مباشره، يعني هذا الى طولت شويه كنحسوا به. المشاكل الاخرى مثلا نعطيك غير باش ما نطولش، المساله ديال الكويتس اننا خصهم يديروه كتابي، خصنا نقسموهم مجموعات، يعني انا امتحان كتابي كنت كنديرو في ساعتين وكنجمع كاع الاقسام وكنديرهم في قاعه كبيره، دابا خصني باش نحط حيت كاينه المراقبه خصني نشوفهم انايا شنو كيديروا، ما خصهمش يكونوا كيستعملوا يعني كنجمعهم مجموعات ديال 15 واحد، يعني خصني 3 ايام وانا كندير في كتابي واحد باش يبقاو يكونوا غير مجموعات صغيره، يعني حتى مده الامتحان حتى طولات ولات كبيره بزاف. يعني انا كنشوف هذا الشيء الى طول يعني خصنا نعاودوا اعاده النظر وقيلا حتى في طريقه ديال تعاملنا مع الامتحانات، يعني دابا حنا تاقلمنا يعني هذا الفتره فيها خلقت واحد الضغط اكبر مما كنا عليه يعني في جميع المجالات المجال التعليمي بطبيعه الحال، يعني ولينا كنخدموا اكثر من الخدمه اللي كنخدموها في الايام المعتاده. استاذه جيده كنتقل لك ايضا بنفس السؤال، يعني شنو هي الصعوبات في نظرك انطلاقا من تجربه من هذا الشيء اللي عايشناه اللي مرتقبه ومنتظره يعني في الاشهر المقبله؟ هي غير قبل ما نجاوب عفاك نرجع في السؤال اللي قبيله اللي قلتي لي، الفرق بين الامتحان ديال الاحرار والرسمي راه ما كاينش كما ربما فهمتي، راه ما كاينش فرق بيناتهم، يعني داكشي اللي كيدوزوا الاحرار هما اللي كيدوزوا الرسميين، الاحرار زيد عندهم غير الجهه الى طبيعه الحال باش يكون منطقي.
نعم، اذا بالنسبه للصعوبات راه تكلمتي عليها استاذه وتكلموا عليها حتى الاخوات اللي كنقولوا في دول متقدمه اللي اسمح كاين ما درتش موضافيون اسمح. اذا كنقول من بين الاشكاليات هي عدم تكافؤ الفرص في الوسائل الالكترونيه. وذاك النهار كنسمع واحد يمكن جمعيه الاباء اقترح واحد اقترح عجبني، قال بالاضافه اللي كنديروا مليون محفظه علاش ما نديروش مليون لوحه الكترونيه باش نوزعوها على التلاميذ اللي ما عندهمش اللوحات الالكترونيه. اذا كاينت اللوحات الالكترونيه كاين تعميم الانترنت وداك الشيء في الاماكن باش نخفوا من عبء على التلاميذ. وكذلك كنقول على ان ضروري، لان هذا كان دائما كيحضر في الانتقادات، تكوين لان هذا الشيء الاستاذ كاع راه في عالم متقدم وعندهم تجربه كبيره في التعامل مع هذه التعليم عن بعد، لانه اصلا داخلين كاستاذات داخل في المجال ديال التخصص ديالهم كيخدموا به. ولكن حنا هنا جا مفاجئ لكل شيء. اذا كنظن على ان الا داروا حصص تكوينيه سواء الاساتذه حتى التلاميذ مره نبينوا لهم كيفاش الا غتدخل مع الاستاذ ديالك شنو غادير، وحتى الاباء والامهات وداك الشيء. ومن ذكرت الاباء والامهات هنا في الداخله وربما في المغرب كامل الاكاديميه كاملين، يعني كتقدم لهم بالشكر الجزيل. علاش؟ لان كنتشاوروا معاهم وكيتعاونوا معنا في كل شاده وفاده، خاصه دابا غير ملي قلنا على ان ضروره الاستمراريه البيداغوجيه حتى نهايه الموسم، يعني درت معاهم اجتماع وهما يعني في اتصال مباشر مع الاباء والامهات في المؤسسات ومختلف المؤسسات باش يقولوا لهم خلوا وليداتكم، راقبوا وليداتكم، اللي عنده شي ولد ما متبعش مع الاستاذ، لان الاساتذه داروا اللي عليهم وداروا المجموعات وداروا حتى الاقسام الافتراضيه. اذا دابا جمعيه الاباء حنا معولين عليهم باش يشجعوا الاباء باش يراقبوا ولياتهم. طبعا صعيب، لان كما قالوا الاخوات هذيك راه بلاصه ديال الدار ما مولفينش يقراو فيها وما فين كيلعبوا وما فين كياكلوا وما فين، ولكن دابا في فرعيه خاصه. اذا الاشكاليات كما قلت وكما طبعا قالها السيد الوزير على ان كاين مشاكل في عدم تكافؤ الفرص، هذاك الشيء اللي كيخلق لنا عدم تكافؤ الفرص خاصنا نخدموا عليه، خاصنا مثلا تعميم الانترنت، تعميم سميتو التلفزه الحمد لله كاينه، وخاصه تعميم نديروا ميزانيه سواء ديال الاكاديميه سواء ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه سواء ديال اي شريك ولا المجالس المنتخبه باش نشروا لوحات الكترونيه للتلميذات والتلاميذ باش نخفوا من العبء ديال ويكونوا حتى مع التعبئه ديال الانترنت باش نخفوا من المعاناه ديال الاباء والامهات الله يحسن العوان، وخاصه اللي عندهم اكثر من طفل واحد كيقراو خصهم يوفروا له هذه الظروف هذه. كفقط كتوضيح يعني اللي جيدة قبل ما نختموا اللقاء بالنسبة للتعليم الخصوصي، يعني كاين بعض المدارس اللي احترم الجرأة ديالهم وتجربة ديالهم قدروا الموقف، كانت بعض يعني التشاورات مع الآباء والأمهات، ربما كان يعني انقاص المبالغ اللي كيتحصلوا عليها شهريا، او كاين بعض المدارس اللي ربما لغات بعض المصاريف، يعني فقط خلات الاساسيات باش يمكن انها حتى تادي المصاريف ديال الاساتذه الى غير ذلك. وكاين بعض المدارس للاسف كان واحد النوع من التعنت واحد النوع من الالزاميه للاباء والامهات، ففي تعليقكم على هاد المساله هذه بعجاب. انا تعليقي بسيطه استاذه، لماذا؟ لان انا كنهضر لك من الداخله وكنعرف الناس، مجموعه من الناس اللي دايرين التعليم الخصوصي في الداخله، كاين الناس اللي داروه بوسائل ديالهم يعني غير تقاتلوا مع الوقت باش يديروا هذيك المؤسسه ديال التعليم الخصوصي. وطبعا وكنحييهم لان احترموا هذا الشيء ديال التعليم عن بعد وكيتعاملوا مع التلميذات والتلاميذ. اذا انا تنقول على ان الله يكون في العوان، مثلا انا المؤسسه اتصلت بها لقيت على ان عندهم مثلا الشارج ديال مثلا كل شيء هازينو كريدي وحتى الترونسبور كيخلصوه وخصهم يخلصوا الاساتذه حتى الشيفور اللي كان معاهم خصهم يخلصوه، معنى ذلك عندهم مصاريف. اذا كونوا موضوعيين. احنا كنقولوا على ان الناس اللي فقدوا العمل ديالهم ولا كان عندهم مشكل اجتماعي ولا مادي إيه خاص المؤسسه تاخذ بعين الاعتبار هذا الشيء وتاخذه بعين الاعتبار وتسمح لهم كاع داك الشيء، وراه بالفعل بزاف ديال المؤسسات تسمح بهذا الشيء. ولكن الحمد لله الانسان اللي ما عنده حتى مشكل اللي هو موظف مثلا وخلاص يعني ما تاثر وما تقص حتى بشي حاجه، اذا انا كنلقى على ان عليه
أن يؤدي الواجب، لأن هذه المؤسسة راه كتأدي خدماتها وراه استمروا إلى حد الآن إلى حد اليوم. وسمعتهم اللي تكلمت معهم قالت لك ودي حنا الاستمرار بالدرجية بغيناها، لأننا وليداتنا بغيناهم منين يطلعوا المستوى الموالي يكونوا عندهم ما يلزم من كفايات ومعلومات من المستوى اللي قبل. إذا هم ملتزمين بالاستمرار بالدرجية، ولكن غير إذا كانت عندهم مشاكل، غير إذا كان الآباء والأمهات ما عندهمش مشاكل، أنا كنظن على أنهم خصهم يخلصوا، لأن المؤسسة الخصوصية عندها التزامات أخرى. أما إذا كان الآباء ولا الأمهات طرا لهم شي حاجة، حتى المؤسسة العمومية خصها تأخذ بالاعتبار هذاك المشكل. نعم، بصراحة أنا ما سخيتش بكم، كان نقاش ممتع جدا ورائع جدا معكم، اللي خطيكم تبارك الله عليكم، ولكن ممكنش فوتني الفرصة أنني في شخصكم نشكر بطبيعة الحال جميع رجال ونساء التعليم المغاربة بطبيعة الحال اللي سواء اللي في المغرب أو اللي خارج المغرب على المجهود الكبير اللي يقوموا به. شكرا جزيلا لكم، وأكيد أنه أي واحد فينا وصل لمستوى معين كيرجع للفضل الأساتذة اللي قروه وربوه، فشكرا جزيلا لكم على قلبكم الكبير وعلى عطائكم الكثير وعلى تقديركم الـ يعني الفكر الإنساني، لأنه وليداتنا وحنا بنفسنا تربينا على يد أساتذة، تلقنا على يد أساتذة وتعلمنا على يد أساتذة، وما زال طامعين أنه نزيد نتعلم على يد أساتذة، لأنه العلم هو ربما من المجالات التي لا يجب الاكتفاء منها، بحر واسع الواحد يعوم فيه على القدر اللي تيقدر عليه بطبيعة الحال. قبل ما نقول لكم بسلامة، نبغي كلمة منكم طبيعة الحال للرجال ونساء التعليم اليوم أنتم مثلتوهم طبيعة الحال، ومدى بكريم. شكرا على سكينة، الكلمة ديالي ما نكش تكون بحال الكلمة ديالك، تبارك الله عليك على الفصاحة ديالك. كنجدد هذا الشكر اللي انت اللي ارسلتي به للأساتذة واللي هما رجال ونساء التعليم، بالخصوص كان انا بنت يعني بنت أسرة في التعليم، الوالدة ديالي في التعليم والوالد ديالي كان في التعليم التكوين المهني، فكذلك يعني ملي كتأستاذة جيدة كتهضر على هاد المجموعات والورشات اللي داروا بهم أساتذة التعليم، الأم ديالي من الجيل القديم اللي ما عندهاش معنا الانترنت، فدخلت معها يعني أنا عشت هاد التجربة، وخا أنا في كندا عاونتها باش خلقات داك القسم الافتراضي ديالها وكيفاش تخلق الواتساب ديالها، وحتى هي دابا دخلت معاهم، وكان كنوصل لها الشكر ليها هي، وبياسو عن طريقها لجميع الاساتذه التعليم اللي انا تلمت على طريقهم، واللي بلا بهم ما كنتش نوصل فين وصلنا حنايا، وان شاء الله يكملوا هذه المسيره ديالهم على اكمل توفيق ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا ربي. استاذه سناء تفضلي. انايا كنحيي جميع الاساتذه وجميع المعلمين يعني على هذا الجهد الجبار اللي كيبذلوه في هذا الظرف، وخصوصا يعني الفئه ديال الاساتذه اللي ما كانوش متعودين على استعمال التكنولوجيا واستعمال الانترنت، وفي واحد الظرف يعني قصير يعني حتى هما دغيا تاقلموا، دغيا كانوا كيسولوا، دغيا باغيين يعرفوا، يعني ملي كانوا حتى يعني التاطير كان في واحد الظرف قصير جدا، ولكن حتى هما عرفتي كانوا كيبقاو يعني سهرانين، يبقاو خدامين حتى تعلموا كل شيء ولقاو راسهم يعني في النهايه حتى هما يعني كيعطيو داكشي اللي عندهم اكثر من داكشي اللي كيقدروا عليه، وكنحييهم على يعني هاد الروح ديالهم اللي دائما يعني قابله للتجدد، يعني الاستاذ دائما كيحاول انه يتاقلم مع اي ظرف، وحاولوا انهم يعني ما يخليوش ان هاد الجائحه تكون كبر منهم ولا تهزمهم، بالعكس يعني الرساله ديالهم بقاو غاديين كيوصلوها، واخا اختلفت عليهم يعني الطريقه وجاتهم صعيبه، مي المضمون بقى هو يعني كنحييهم تحيه كبيره من قلبي. الله يخطيك أستاذة جيدة، أنت أيضا يعني كلمة للرجال ونساء التعليم، خاصة أنك كتعاملي معهم في إطار اللي هو إداري، في إطار اللي هو يعني كما كنقولوا يعني ممكن نعتبروك الأم ديالهم، أنت اللي كتخلي تشوفي المشاكل والصعوبات وتخلي هذا على خاطره وتخلي هذا على خاطره إلى غير ذلك. أنا ما كرهتش لو أنك توجهين الكلمة ديالك بالحسانية الأساتذة ورجال ونساء التعليم، وفي نفس الوقت رجال ونساء التعليم في المغرب كامل. لا اذا سابق ما تكلمش الحسانيه، لان ما لان على اي غير بغيت نقول على ان اذا كانوا الناس ديال الصحه يعني في الصفوف الاماميه في العالم كامل بالبدل البيضاء المشرفه واللي احنا كنخافوا عليهم
يعني على الاطباء والناس ديال الصحه، نظر لانهم هما في المواجهه. راه الناس ديال التعليم ايضا هما يعني في صفوف وراء الحواسب ديالهم، وراء البرامج ديالهم، وراء الاقلام الافتراضيه ديالهم، وطبعا بالاقلام يحاولوا كما قالت الاخت، ويعني وتحيه يعني جليله للامه المناضله في المجال ديال التعليم. اذا هذا اللي بغيت نقول لهم كاملين، سواء الاطر الاداريه ولا التقنية ولا التربوية، يعني هذ الناس كاملين، ولا المسؤولين المديرين الإقليميين المسؤولين الجهويين، أنا نقول لهم الله يكثر خيرهم ويجعلها هذا العمل الصالح صدقة عليهم وعلى تركتهم، وإن شاء الله صدقة يعني اللي تكون يعني جالبة للخير والبركة لهم ولعائلاتهم ولأهلهم كاملين والمغرب كامل، ولسيدنا الله ينصره الرائد والملك الهمام جلالة الملك محمد السادس الله ينصره ونجيه. شكرا جزيلا لك استاذه جيده، ومع ذلك خدينا من عندك واحد جوج كلمات بالحسانيه، ما يبقاش فينا الحال، اتتنا اللقاء بالحسانيه. غير على كلمه جيده، احنا في المجتمع الحساني كيبغوا مجموعه من الصفات تكون متوفره في المجتمع الحساني، من بين الصفات هي الجود والكرم. اذا لذلك ملي كيقول الجيده معناها مي ولا الناس يسموني على كيتمنوا انني نكون جيده، نكون كيقولوا جيده يعني الجود والكرم. بزاف يعني مثلا الاغضف مثلا يكون مبارك، يعني تقريبا الاسماء كلها عندها معاني، يعني داكشي اللي باغي العائله من داك الطفل ولا ديك الطفله كتسمي عليها ان شاء الله. ما شاء الله عليك، وكنت سعيده جدا بالحوار معكم. كان نتوجه بالشكر الكبير لك ريم حارس، وانت دكتوره أستاذة باحثه بكندا، شكرا جزيلا لك على هذه الدردشه الانيقه والرائعه معك، شكرا لك وبالتوفيق ان شاء الله، ونتلاقاو فرصه قريبه باذن الله. شكرا لك لاله ريم. شكرا بزاف لاله سكينة، انا تشرفت بالمعرفه ديالكم واللقاء مع الاستاذه سكينة أستاذة جيده، هذا كان لقاء ممتع جدا، وان شاء الله يكون فيه منفعه عامه للجميع، وكونوا عرينا شويه على المشاكل اللي هما في التعليم باش الناس يفهموا انها يعني هي مهمه نبيله ولكن كتجيب واحد الصعوبات كبيره ان شاء الله. وشكرا بزاف على البرنامج ديالك الشيق. الله يحفظك. الله مرحبا بك ان شاء الله الخير امام. كنشكر ايضا الاستاذه سناء درغموني وهي استاذه جامعيه بايطاليا، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا والاغنائك النقاش اللي كان فعلا ممتع معكم. لاله خطك مرحبا. شكرا لك انت لاله سكين على هذه الفرصه، وشكرا للاخوات، وشكرا حتى يعني هذا اللقاء عن بعد اسمح لينا اننا يعني كل وحده في المحاسن الكوفيد 19 كاين الجاب كاين التواصل، كان ما كانش هادشي ما كناش غنتلاقاو، ما كناش غاد نتعرفوا على بعضياتنا، ما كناش غنتعرفوا بعضياتنا. فشكرا، شكرا جزيلا، وتشرفت انا بالمعرفه ديالكم. شرفت بك أستاذة سناء، وملقتنا إن شاء الله قريبا بإذن الله، وترجعوا لبلادكم وأنتم في أحسن الأحوال إن شاء الله بإذن الله، وسعيدة جدا بالمعرفة ديالكم. الله يخطيكم. أكيد ما تفوتنيش الفرصة أيضا نشكر الأستاذة جيدة لبيك وهي مديرة أكاديمية جهة الدخلة وادي الذهب، شكرا جزيلا لي، كنت سعيدة جدا بالدردشة الغنية معك، ومرحبا بك ان شاء الله باذن الله استاذه جيده الى جيتي الدار البيضاء، مرحبا بك، وغنكونوا سعداء اننا نتواصلوا معك. وشكرا جزيلا لك على كاع المعلومات اللي تقسمتيها معنا برحابه صدر وبقلب الام اقرب اكثر منه السيده الاكاديميه، شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا على حسن الاصغاء والمتابعه والمشاهده. كان وجه تحيه لكريم نيتسي اللي رافقنا اليوم في الاخراج وايضا في التاطير التقني. كنشكر ايضا اسماعيل كحلاوي ويونس على المجهود اللي كيقوموا به في البرنامج. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا، اعود والقاكم الاربعاء المقبل وعدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. دمتم في رعايه الله، تصبحون على خير، والى اللقاء. Thank you.